مباراة القمة بين النادي الاهلي وبيراميدز. واحد هيقول لي قمة ايه يا عم، امال الاهلي والزمالك تبقى اسمها ايه؟ هقول لك لا، انا بتكلم على قمة الدوري، الفريق الاول في الدوري والفريق الثاني، صراع الصدارة بين الاهلي وبيراميدز. كده هنتكلم في حلقة النهاردة بكل التفاصيل عن نادي بيراميدز مش عن الاهلي، حلقة بكرة اللي هتكون عن النادي الاهلي وفيها كل التفاصيل اللي انت مستنيها. لكن قبل اي حاجة انزل دلوقتي في الكومنتات قول لي توقعك لنتيجة المباراة اللي بلا توقعات ابدا بين الاهلي وبيراميدز. مباراة صعبة جدا وصعب التوقع فيها، لكن مستنيين ملوك التوقعات اللي هيقولوا لنا نتيجة الماتش كام وكمان مين اللي هيسجلوا الاهداف. وزي ما احنا متعودين التوقعات الصحيحة كلها هتبقى معانا في تحليل ما بعد المباراة على طول. هنتكلم في تفاصيل كتير، هنمسك نادي بيراميدز كده وهنفصصه حتة حتة. هنتكلم عن الصفقات الجديدة القوية جدا اللي عملوها، وهنمسك صفقة صفقة كده هنتكلم عنها بالارقام وبالاحصائيات. هنتكلم كمان عن مدرب نادي بيراميدز ايهاب جلال اللي اول مباراة ليه مع النادي الاهلي وهو مدرب لنادي بيراميدز، وهنتكلم عن التشكيل الافضل اللي هيبداوا بيه ماتش الاهلي، وكل التفاصيل هتلاقيها معانا في الحلقه دي. انزل دلوقتي اخبط لايك للفيديو، شير على قد ما تقدر، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اعمل اشتراك دلوقتي وشغل الجرس عشان تجيلك كل الحلقات اللي هنعملها بعد كده. واستنى بقى حلقه بكره، حلقه ناريه للنادي الاهلي قبل مباراه بيراميدز، مباراه الصداره. يلا بينا. القاضي يا مونكون شاط الجول، القاضي يا مونكون، القاضي يا خلينا نبدا الاول كده من جدول الدوري عشان تشوف قد ايه المباراه فيها تنافسيه وقد ايه المباراه قويه وفيها نديه كبيره بين الفريقين. بيراميدز حاليا في المركز الاول على صداره الدوري، لكن لاعب 10 ماتشات يزيد عن الاهلي بمباراه كده. الاهلي جاي في المركز الثاني لاعب 9 ماتشات بس، بيراميدز كسبان 8 ماتشات ومتعادل 2 وما خسرش في ولا مباراه. النادي الاهلي برده كسبان 8 ماتشات ومتعادل مباراه واحده وبرده ما خسرش ولا مباراه. فالمباراه بينهم هتكون صعبة جدا وقوية جدا، مين فيهم هيقدر يلحق الهزيمة الأولى بالفريق الثاني؟ هل تكون أول هزيمة لبيراميدز في الدوري ولا أول هزيمة للنادي الأهلي، ولا يتعادلوا هما الاثنين كده ويخرجوا بلا هزايم برضو ويكملوا سلسلة اللا هزيمة؟ هنشوف. بيراميدز حاليا معاه 26 نقطة، أما النادي الأهلي معاه 25 نقطة، فرق نقطة واحدة بس. التعادل يخلي بيراميدز لسه على الصدارة، الفوز طبعا ينط بالنادي الأهلي على الصدارة ومتأخر له مباراة كمان، لكن التعادل هيخلي بيراميدز على الصدارة والاهلي متأخر له ماتش ممكن يكسبه ويبقى هو اللي على الصدارة. النادي الاهلي ليه الافضلية قبل المباراة، لكن مباراة قوية جدا طبعا لان الموسم ده موسم استثنائي لنادي بيراميدز في الدوري، بادئ بداية بمنتهى القوة وبيقول بصوت عالي كده انا جاي انافس على الدوري مش مجرد ان اخد المركز الثالث وخلاص. فقول لي بقى توقعك مين بعد المباراة دي هيكون على صدارة الدوري، هل النادي الاهلي ولا بيراميدز؟ قبل ما ندخل بقى على نادي بيراميدز ونفصصه مع بعض كده، خلينا نتكلم عن المواجهات مباشرة بين الاهلي وبين بيراميدز كده. من ساعة ما تسمى بيراميدز ملناش دعوة لما كان اسمه الاسيوطي، احنا بعد مسماه الجديد عايزين نشوف عملوا ايه مع النادي الاهلي، الافضلية ليهم هما مش للنادي الاهلي. طبعا عارفين ان بيراميدز اول ما انشئ كده كان عامل عقدة للنادي الاهلي في اول كام مباراة ما كناش بنكسبهم وكانوا هما اللي بيكسبونا. لعبوا معانا الاول اول ماتشين في الدوري، المباراة الاولى اللي كانت بيننا وبينهم كسبونا فيها 2-1، وطبعا مباراة فاكرينها كلنا، سجل فيها الاول هدف للاهلي وليد ازار، وبعد كده سجل عندهم محمد فاروق وعبد الله السعيد، وكسبوا 2-1 في اول مباراه. وفي مباراه العوده اللي في الدور الثاني كسبوا النادي الاهلي برضو 1-0، يعني كسبونا ذهابا ايابا كده، واللي سجل الهدف كان كينو. بعد كده لعبونا في الكاس كسبونا 1-0 برضو، واللي سجل الهدف ساعتها كان ايريك تراوري، وكده كسبانيننا 3 مباريات والنادي الاهلي ما كسبش خالص. لكن في المباراه الرابعه بقى اللي كانت في الدوري برضو الاهلي قدر يكسب اخيرا بيراميدز 2-1، واللي سجلوا الاهداف للنادي الاهلي كان بادجي وديانج، واللي سجل لنادي بيراميدز كان علي جبر برأسية، والاهلي كسب اول فوز ليه على بيراميدز والفوز الوحيد لحد دلوقتي. بعد كده الثلاث ماتشات كلهم تعادلات كده، ما حدش قادر يكسب الثاني، ماتشين بتعادل سلبي 0-0، والمباراه الاخيره اللي تعادلنا فيها 2-2 بالخطا الشهير لمحمد الشناوي اللي جه في اخر دقيقه وايريك تراوري سجل هدف التعادل عشان تبقى النتيجه 2-2. فيا ترى مباراه يوم الثلاث هيكون النتيجه بتاعتها ايه؟ هل النادي الاهلي يقدر يكسب المباراة التانية
الفريق في تاريخه ضد بيراميدز، ولا بيراميدز يزود عدد انتصاراته على النادي الاهلي ويبقى 4 ماتشات. بيراميدز كسبان الاهلي 3 مرات والنادي الاهلي كسبان مره واحده بس، والثلاث ماتشات كان التعادل حاضر فيها، فهل يا ترى مباراه الثلاث مين يقدر يكسب؟ خلينا نبدا الاول كده مع فريق بيراميدز، ونبدا من الصفقات اللي كل الناس بتحبها جدا وعايزين يشوفوا مين اللعيبه الجديده اللي انضمت لبيراميدز. 3 صفقات في الشتاء ضمهم بيراميدز، اولهم محمد صادق جناح نادي الاسماعيلي المميز جدا، ضموه لسه ما بيلعبش اساسي مع الفريق لكن بقى موجود في سكواد نادي بيراميدز، ده كده اول لاعب. ودبابتين تانيين من الماما افريكا كده، اولهم لاكاي المهاجم بتاع البافانا، بافانا مهاجم جنوب افريقيا، لاعب دولي لعب مع منتخب جنوب افريقيا كده، واصغر لاعب في تاريخ جنوب افريقيا ينضم للمنتخب الاول ويلعب مهاجم. اول انضمامه لنادي بيراميدز قدر يسجل هدفين قدام زناكو ويكسب لنادي بيراميدز وياخد 3 نقاط غاليين جدا في الكونفدرالية خارج الارض، يعني قدم اوراق اعتماده. لاعب عنده 24 سنة لسه صغير في السن، صفقة قوية جدا وناجحة لنادي بيراميدز. اما الصفقة التانية فابراهيم كوني، ودي بقى الصفقة السوبر واهم لاعبين نادي بيراميدز دلوقتي، لاعب في منتهى القوة في نص الملعب، لاعب عنده جنسيتين، الجنسية البوركينية والجنسية الإيفوارية، لكن بيلعب مع منتخب بوركينا فاسو، لعب معاهم 28 مباراة دولية، وفي كاس امم افريقيا اللي فاتت اللي كانت بتتلعب في الكاميرون لعب معاهم وكان مميز جدا، وكان اميز لاعب في بوركينا فاسو، وقدر انه ياخد افضل لاعب في المباراة 3 ماتشات. تخيل ان لاعب واحد في امم افريقيا مع منتخب بلاده ياخد افضل لاعب في المباراة ل3 ماتشات كده، مباراة تونس ومباراة كاب فيردي ومباراة الجابون، ابراهيم توري ياخد افضل لاعب في الماتش، فلاعب طبعا مميز جدا، صفقة طبعا سوبر جدا ناجحة بكل المقاييس لنادي بيراميدز. دول ال3 صفقات اللي اتعملوا في الشتاء، لكن قبليهم كانوا عاملين صفقات برضو في منتهى القوة، كانوا عاملين 5 صفقات كده، على رأسهم طبعا فخر الدين بن يوسف اللي جالهم كده انتقال حر بعد ما خلص مع نادي الاسماعيلي، صفقة قوية جدا، فخر لاعب مميز طبعا، وكمان جابوا وليد الكارتي من الوداد اللاعب المميز جدا معاهم وافضل لاعب في نص ملعبهم حاليا، لاعب برضو وصفقة كانت قوية جدا. كمان جابوا هشام محمد اللاعب اللي بيعشقه كده ايهاب جلال من زمان، من ايام ما كان بيدرب في المقصة، جابوا معاه برضو في بيراميدز، وكمان حسين السيد نجم الاهلي السابق جابوه من طلائع الجيش، وكمان عبد الله بكري اللي جابوه من مصر المقصة، عشان يبقى عندهم 5 صفقات، وبعد كده جابوا 8 لعيبة جداد انضموا للفرقة كده، وصفقات قوية جدا لنادي بيراميدز، حدث ولا حرج كمان بقى عن اللعيبة اللي موجودة عندهم، عندهم نجوم كتيرة جدا اللي كانوا بيلعبوا في النادي الاهلي عارفينهم كلهم طبعا، شريف اكرامي واحمد فتحي وعبد الله السعيد ورمضان صبحي، غير اسامي تانية كتير زي محمد حمدي برضو كان بيلعب في النادي الاهلي، واوراق تانية قوية جدا كانت بتلعب في الزمالك زي عمر جابر واحمد توفيق وعلي جبر، ولاعيبة في منتهى القوة. نادي بيراميدز حاليا عنده سكواد قوي جدا، لو موجود عند النادي الاهلي او عند الزمالك كان بسهولة جدا ممكن ياخد الدوري، لكن نادي بيراميدز بينقصه عامل مهم جدا وهو عامل الجماهير. واحد هيقول لي يا عم الماتشات دلوقتي الجماهير اللي فيها اعداد بسيطة، يعني مش الاعداد الكبيرة اللي تفرق في شكل الماتشات، لا طبعا الاعداد البسيطة دي بتفرق جوه الماتش وبره الماتش، بقى كمان الضغط الجماهيري عليك لما بتقع ماتش ولا حاجة بيخليك ان انت لازم تتحفز ولازم تكسب المباراة الجاية. السقوط المتكرر بيبقى صعب جدا لما بتكون في نادي كبير، نادي بطولات، نادي جماهيري زي الاهلي او الزمالك، لكن نادي بيراميدز بيلعب بدون اي ضغط جماهيري، لكن في اوقات كتير برضو ضغط الجماهير ده بيكون عامل سلبي على بعض اللعيبة كده، بيخرج بعض اللعيبة عن تركيزها كده، فنادي بيراميدز ما عندوش العامل ده خالص. خلينا نتكلم بقى عن سكواد نادي بيراميدز وعن التشكيل الافضل وعن المدرب بتاعهم ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال واحد من المدربين المحترمين في الكرة المصرية اللي درب فرق كتير وتألق مع مصر المقصة خصوصا، وكل فريق كان بيدرب فيه كده كان بيسيب فيه بصمة، مسك الاسماعيلي برضو شوية ونجح معاهم في الموسم اللي فات انه يكسب معاهم كام مباراة ويلحقهم قبل الهبوط للدرجة التانية، مسك كمان الزمالك فترة لكن ما حققش فيها اي انجازات، واتغلب من النادي الاهلي بثلاثية ساعتها، لانه دايما عنده فكر البيلد اب والخروج من ورا لقدام وتمرير الكرة كتير وما بيشتتش الكرة خالص، وده اللي هيعمله مع بيراميدز برضه، فلازم النادي الاهلي يكون مركز على الحتة دي جدا، وممكن اضغط ضغط عالي على الكرة، ده هيبقى ضغط ريسك شوية، يا اما اجيب الكرة واسجل هدف يا اما ممكن تضرب خطوطي بسرعة ويبقى في خطورة كبيرة لنادي بيراميدز، فالعب جيم متوازن كده. ومحمد شريف هيكون ليه دور قوي جدا، وهنتكلم عن كل تفاصيل النادي الاهلي في الحلقة بتاعة بكرة. ندخل مع بعض بقى كده عن التشكيل المتوقع لنادي بيراميدز اللي هيبداوا بيه مباراة الاهلي، وهقول لك في كل مركز اهم اللعيبة اللي موجودة وانت اختار معايا التشكيل، لكن ده التشكيل اللي انا متوقع انه هيبدا لمباراة الاهلي، لان التشكيل ده هو اللي لعب مباراة الصفاقة
العطسي التونسي اللي كانت مهمة جدا في الكونفدرالية، وقدروا ان هم يكسبوها، كسبوا 3 ماتشات وبقى معاهم 9 بونت كده، وماشيين بشكل قوي جدا في الكونفدرالية وفي الدوري. في حراسة المرمى شريف اكرامي طبعا هو الاساسي في الفترة اللي فاتت كلها، موجود عندهم المهدي سليمان وموجود احمد الشناوي، لكن اكرامي هو اللي ماشي وهو اللي بيلعب على طول. رباعي خط الظهر بقى باك يمين عندهم احمد فتحي لاعب النادي الاهلي المخضرم اللي كبر في السن دلوقتي، وموجود عندهم عمر جابر نجم نادي الزمالك السابق برضه اللي كبر في السن، لكن اعتقد ان احمد فتحي هو اللي هتكون ليه الافضليه في المباراه دي، وهو اللي هيبدا كباك يمين من اول المباراه. تبص بقى على الباك ليفت كده، موجود عندهم محمد حمدي لاعب الاهلي السابق، وموجود عندهم كمان حسين السيد برضه لاعب النادي الاهلي السابق، 2 لعيبه مميزين جدا، لكن اعتقد ان محمد حمدي هو اللي هيبدا من اول المباراه. بالنسبه بقى للسرد باكات عندهم برضه لعيبه مميزه جدا، في علي جبر لاعب الزمالك السابق، في كمان احمد سامي، وفي عندهم كمان اسامه جلال اللاعب الواعد، وفي احمد ايمن منصور، لكن اعتقد ان احمد سامي وجنبيه علي جبر هيكونوا الثنائيه الدفاعيه لنادي بيراميدز. فكده احمد فتحي، محمد حمدي، وعلي جبر واحمد سامي، دول كده رباعي الدفاع، قدامهم 2 على الدايره، ولا ممكن يلعب في مباراه الاهلي ب3 على الدايره، ما استبعدش انها ممكن تحصل، بس ايهاب جلال بيحب الفكر الهجومي. طبعا وليد الكارتي اكيد هيلعب 100%، واللاعب اللي جنبيه هل هيكون دونجا ولا ابراهيم توريه؟ ابراهيم توريه لازم ما يخرجش من الملعب، وانا متوقع انه هيبدا في بدايه المباراه، ولا ممكن يلعب بال3، الله اعلم. لكن في مباراه الصفاقسي التونسي لعب بوليد الكارتي وجنبيه دونجا، وساب ابراهيم توريه على الدكه، لكن انا في ماتش الاهلي اتوقع انه يلعب بال3. قدامهم بقى ثلاثي تحت المهاجم كده، عبد الله السعيد كابتن الفريق طبعا في مكانه كصانع العاب، ووينج شمال على طول رمضان صبحي في المباراه دي هيكون مهم جدا فيها، والوينج الناحيه الثانيه بقى اعتقد ان ابراهيم عادل افضل واحد ممكن يلعب في الحته دي. عندهم كمان طبعا محمد صادق، عندهم كمان اريك تراوري، لكن اعتقد ان ابراهيم عادل اللاعب الناشئ القوي جدا اللي طالع بسرعه الصاروخ واللي النادي الاهلي كان عايزه، اعتقد انه هيبدا في اول المباراه. ومهاجم لاكاي الصفقه الجديده اللي لسه جايبينها، وعندهم على الدكه بقى فخر الدين بن يوسف، اسكواد قوي جدا طبعا لنادي بيراميدز، واوراق في منتهى القوه. مباراه هتكون عنيفه جدا بين الفريقين، بين بيراميدز وبين الاهلي. قول لي توقعاتك، نتيجه الماتش ممكن تخلص كام، ومين اللي هيسجلوا الاهداف، وهل الفوز هيكون حليف النادي الاهلي ولا بيراميدز هيقدروا يكسبونا ويامنوا الصداره بتاعتهم في الدوري كده ويحققوا المفاجاه؟ ما تنساش كمان بقى تخبط لايك للفيديو، شير على قد ما تقدر، اشترك في القناه دلوقتي وشغل الجرس، واستنى حلقه بكره، حلقه النادي الاهلي اللي هنتكلم فيها عن كل تفاصيل الاهلي قبل مباراه بيراميدز، حلقه هتكون قويه جدا. سلام.